اعمل لي كنجي للبيرو ولا كان فيق الصباح كنحل البيسي دابا في الدار، جوج حوايج خصني نطلع عليهم، جوج حوايج ما كنطلع حتى شي حاجه اخرى، جوج حوايج اللي هو باللغه العاميه كاين العبار، بيزنس كيتعبر بحوايج. اي بيزنس كيما بغى يكون يكون مول القهوه، انا كانت عندي قهوه وبعتها، كيفاش كيعرف مول القهوه انا نهار مزهر ولا نهار عيان؟ وجرب هو، انا ما عرفت انا اش خاسر الخطه الماليه. نقول لك انا ماشي نقول لك سير قرا الكتب ولا داكشي كامل، نقول لك هاي الخطه الماليه، انا هكا كنقول عندي راس المال 10000 درهم. واش انت احمق؟ قلت لي راه الكاش فلو مهم، قلت لها مهمه الخطه الماليه كتحط وفق ثلاث الحوايج. واسمع هو انت ما كتسمع راسك قاصح مع اليوم ديال البيزنس وكيفاش تلونسي البيزنس وشنو خاصك. اوكي اخوان داكشي كامل غتفرجوا فيه ان شاء الله. ودابا نقول لكم انا سميتي احمد، اوكي غدا غندير شي بيزنس معين، خصني نعرف ان هاد البيزنس راه خصني انفيستي فيه. ما كاينش الاخوان شي بيزنس حنا ما كانفيستيوش فيه، غدير قهوه، غدير تبقالات، غدير اي كوميرس، غدير ابليكاسيون، ادير كاين واحد سميتو سيكل دانفيستيسمون. يعني الاخوان خصك تعرف انه غتهز الفلوس ديالك وغتحطهم وغتولي في الناقص. هذه فكره نورمالمون ما خصناش نناقشوها، لانها هي لا باز ليكونومي، او هي لا باز ديال التجاره من يوم خلق الله الارض وان معها. انا نعطيك اكزومبل، هز 1000 ريال مشى، انت عندك محلابه، اوكي انت عندك محلابه، اوكي جيتي عندك 1000 ريال في لاكيس، شكون غيجي عندك؟ عندك 1000 ريال ديالك حل طلع الريدو اليوم خدام، شنو غيجي عندك؟ مول الحليب غتعطي 500 ريال الحليب، جا عندك مول هادي وبيبان وهادي 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 كملتي 1000 ريال. دابا انت شحال عندك؟ شحال عندك انت؟ عندك صفر. هادشي كيقول لك دماغك، كتقول لي انا هذا 1000 ريال غيجي الناس غيدخلوا الفلوس، واش هادشي صحيح يا اخوان؟ باش انت فريمون عندك صفر، انت في الصفر ولا لا؟ ملي عندك 1000 ريال شريتي الحليب بتيبان البيض داكشي كامل، تحتاج تفتح اللاب ديالك حطيتيهم مع الصباح، واش انت في الصفر؟ ما كاينش في الصفر، انت في الناقص. تقول لي منين جبتي هذا الناقص؟ منين جبتي هذا الناقص؟ راه الناقص عندك، لانه هذيك الماء داك المحل كاريه، وداك المحل انت حال تريدو عندك ناقص 100 درهم، نقولو كاري غير 3000 درهم في الشهر، عندك ناقص، عندك الضو نقولو 10 درهم في النهار ناقص 10 درهم، عندك الماء، عندك الضريبه، عندك الخدامه، وداك الخدام دابا هو راه حتى هو كيكته لك ب 40 درهم في النهار، راه انت كتبدا بالناقص. يعني فلو فيغتور ديال النهار راه بادي بالناقص، وسيغتا مومون في النهار نقولو ما حضرتش الصباح كتكون في البريك ايفنت، كتكون في التعادل، وفوق منه كتكون. هذا هو الاوفر فيو ديال البيزنيس حتى هو. يعني خصني انا كنعرف امتى كندير البريك ايفنت، امتى كنجيب التعادل، وامتى كنفوت. نعطيكم اكزومبل، دابا انا ملي دابا كنخدم في الخليج، ملي انا دابا كنخدم في الخليج، انا عارف مثلا ان عفوا الكونفيرميشن ريت في هذا البرودوي من 45% انا رابح، ومن 30% في الديليفريد انا رابح. يعني كنحطها عندي دو زانديس، يعني انا ملي كنجي للبيزنيس ديالي كنشوف شي حوايج. نجيك صريح دابا، انا نقول لكم راسي، حيت بلي با كيقول لي هضر لينا على راسك مزيان، واخا ما كنفاش نهضر على راسي. انا ملي كنجي للبيرو ولا كنفيق الصباح كنحل البيسي دابا في الدار، جوج حوايج خصني نطلع عليهم، جوج حوايج ما كنطلع حتى شي حاجه اخرى، جوج حوايج اللي هو الكونفيرميشن ريت والديليفري ريت. هادو علاش تقولي علاش كتشوف فيهم؟ لان هاد الجوج ديجا انا في الاوفر فيو ديالي عارف امتى كنربح فيه وامتى كنخسر فيه. مثلا في دماغي، ماشي في دماغي، يعني حاط في دماغي بدي كالكول ديجا درتهم، ان البدايه ديال الربح البريك ايفنت كتبدا عندي باغ اكزومبل نقول 45% كونفيرميشن ريت او 42% ديليفري ريت. يعني هنا فاش كنبدا الربح، ملي كنجي اليوم كنشوف ديال البارح شحال الكونفيرميشن ريت،
50%. اوف اتنفس الصعاده، غير يكون فيا الكوراج نخدم. راه الكوراج شكون كيديرو فيك اخويا؟ راه الكوراج ماشي انت اللي كديرو في راسك، اما كيديروش فيك انا لا سيمو لا احمد لا الحسين. راه الكوراج كيديرو فيك في كي غيديروك في غيديرو في المهم هذيك لان نبرز انا عند بالي ان 45% ديليفري ريت و 45% كونفيرميشن ريت. هنا فين بدا الربح ديال محمد؟ اوكي دونك انا غير كنجي كنلقاهم. دابا اش غدير؟ دخلتي للشركه ديالك، جالس فوق البيرو ديالك، مفطح قهوه ديالك، شتي هذا الرقم طالع عندك 3 ديال السيناريوهات، الرقم نازل على هادو، ها انت عندك ما دير. اللي كيقول لي راه كندخل ما عارفاش غنديرو، كيشوف الادس مطلق، الناس كيكونفيرمي والناس كيفيرو. ديال يوتيوب شد البلاي. علاش هادشي؟ عرفتي واش عمرك سولتي راسك علاش ما عندك ما دير؟ لان ما كاين ما عندش الاوفر فيو، ما عارفش النمبرز. النمبرز اللي كيوريك واش غدير، راه ماشي محمد اللي غيوريك واش غدير. كتقول لي اخويا بغيت نبدا، خويا عندي اش غندير؟ ما عارفش غدير اخويا، راه ماشي انا اللي غنوريه ليك، وماشي انت اللي غتولي توريه لراسك، راه النمبرز اللي غيوريه ليك. الله يرضي عليك. راه النمبرز ملي انا غندخل للبيرو مثلا كنقول 45 نبسطها 45% كونفيرميشن ريت و 45 ديليفري ريت، هادو فين كان هنا هادو فاش كنجيب التعادل. ملي غندخل للبيرو غنطلع عليهم، هادو هما اللي كيتحكموا في كل شيء. انا ما كاين شي حاجه اخرى غتحكم فيا، مالا هي غادي. ملي كنلقاهم طالعين مزيان، انا في الموجب، انا في الربح. هنا اش غندير هذا النهار؟ غنقلب نطلع الربح، غنقلب على فرص اخرين. واو هذا البرودوي خدام، اجتماع ميديا باين اجيو لهنا، هذا البرودوي خدام، حيدو عليا راه برودوي اخر. ها هو لقينا ما نديرو الكول سنتر طريبيان هو هذاك، ولكن جيت لقيت انا جيت لقيتو 45% انا في التعادل. اش غندير؟ ندابز نطلعو ميتينغ مع الكول سنتر، علاش هذا البرودوي ما كيتكونفيرماش مزيان؟ وسمع منهم، ما تامرهمش، انت ماشي بوس، انت بوس على راسك ماشي على عباد الله. عباد الله سولهم اخوان علاش 45%؟ ماشي تخاصم لا كما كيديروا اللي راه البنات كنغوت عليهم. لا البنات بناتي، هو الناس اللي كيعرفوني انا هكا كنخاطب الدريات عندي كنقول لهم بناتي. قالوا بناتي شنو المشكل؟ هذا البرودوي ما كيتكونفيرماش. شوف فين كتقول لهم هاد الناس راه كيتشكوا منه، هذا الناس راه اعتبروه غالي، راه شتي هنا الناس. واسمع هو انت ما كتسمع راسك قاصح، ما كتسمع قال لك هذاك راه يوتيوبرز نسمع منه ولا هذاك انستغرام. لا خويا اسمع من التيم ديالك، اي اغنيك عن كل محاضرات كون كتعرف اش كدير، اسمع منه قول لي فلان فينا مشكل. الناس اللي انا معلومات اللي كناخذ من عند التيم ديالي ما كناخذهاش برا ديال التيم ديالي. يقول لي ودي هذا السيد هذا البرودوي راه ثقيل في الكونفيرماسيون. علاش؟ وهاد الهضره ما كيقولوش واحد جوج ثلاثه، راه هادشي الدوام اللي كيقولوا، يعني ما يمكنش تكذب عليك. تقولك دير الناس قالوا غاليين، ملي كيقول الناس غالي غالي الناس كيتشكوا منه، او الناس بغاو ايضاحات. شحال من برودوي كان عندنا ملي طلعنا، حيت لقينا انه واحد البرودوي اللي الناس بغاو ماشي غير الكونفيرماسيون، بغا عاوتاني بحال اللي غتبيع ليه، بغا ما خصوش كونفيرميشن يعني اجونت كونفيرماسيون، خصو اجونت سيلز ديال المبيعات. هادشي فين غنعرفو انا؟ غنعرفو ملي كنعرف النمبرز ديالي. اوفر فيو هذا هو الاوفر فيو، كنطيح كننزل كن بي سي ديالي كنحلو شحال الكونفيرماسيون ريت طالعه نازله، ناي طالعه كندابز نطلعها وكنقلب على فرص اخرين. انا في التعادل، يعني انا خدام فابور ولكن مزيان، اجي نحسن طايحه 30%، اجي وعلاش نطلع؟ ها هو النهار ديالي عنده ما ندير فيه. وملي كتبدا نهارك بهكا ثق بيا انا النهار ديالك كامل غيدوزو في البرودكتيفيتي، سوف تكون انسان منتج، لانك النهار كامل من 9 الصباح ولا 10 ولا متى بديتي ساعه على ساعه كدابز تطلع. والغد اللي كنرجعوا شحال بقى؟ البارح كان 45 دابا في 47 تخيبيان. انا واخا فنا واخا خاسر شحال بان 30% دابا 32% مزيان. انا نقول لكم واحد القضيه تفكرها دابا، وكان واحد النوع عندنا واحد السيد في كول سنتر ماشي ديالنا حنا شادي حنا، حيت انا عندي كول سنتر كسيرفيس كنبيعها. اوكي وواحد الدري كان جا كيتشكى قال لك انا عندي كونفيرماسيون ريت في كونفيرماسيون ريت 20% ماشي معايا مع المانجر ديال السيرفيس، انا غير كيعاودوا ليا كنسمع باش نفهم. جا تشكل قال لهم ودي عندي 20%، قال لي اوكي جاو داروا لي اوتود، قال لهم دي برودوي داك فيه بروبليم ا بي سي دي بلا ما نقول التفاصيل، مشى خدم عليهم.
دازو يومين وطلعت عند 30% باقي كيتشكاي بهذا الشيء. قلت لهم اش داكشي؟ قال لي ودي راه هذا راه شوقع. قلت لهم شحال كان فيه؟ قال لي ودي قبل يومين كان فيه 20%، بعد يومين صار يعني ولا 30%. قلت لي هذا حمق، هذا اكبر حمق ما غيدير والو. وطلعتي لي في يومين 10% باقي كيتشكا. لا مزيان يعني المكتسبات عيبو عالي. لا عند 20% ونزل عنده 15%. انا عارف 20% و30% و40% و50% ماشي هي اللي بغينا، بغينا 70% و60% و80%. ولكن راه كنديروا تقدم، كنفهموا البيهافيرز ديال السلوك ديال الكلاينت ديالك، ديال الكاستمر ديالك، كنعرفوا البرودوي ديالك فين المشكل، كنحاولوا نلقاو لي بوين فور وبوين فيبل فيه. هادشي ما كيتحش هكاك اخاي. اصحاب قال الكونفيرماسيون ساهله، راه الكونفيرماسيون عندها ناس ديالها، الكونفيرماسيون عندها ناس ديالها. عاوتاني على قلت لك اوت سورسي الا قدرتي، سينو يعني على الاقل سمع من الكول سنتر. راه البنات واخا هضوا ما قراوش، ولكن راه لود راه في النهار كدوز 100 مكالمه 150 مكالمه، وهضرت مع 30 الف مليون البشر كتهضر معها في الشهر. دونك راه ديك الفيك داك الباجاج اللي جمعات راه احسن من ديالك مليون مره. ما تقولي انا ماركتر، بلا ما نخص الهضره، انت ماشي ماركتر، انت ماركتر ما كيمشي بيزنس مان. الناس راه عرفتي المعلومات اللي غتعطيك البنت ديال الكورس سنتر يغنيك عن مليون فيسبوك ادز درتي، مليون دولار سبان ديال الفيسبوك، تعطيك معلومات انت ما سامعهمش، ما تحتكيتيش انت مع الكيان يعني. اوكي يعني عاود سمع. المهم نكمل لكم الفكره اللي بيت فيها. يعني انت جاي لبيرو النمبرز ديالك اخويا، راه النمبرز هو اللي غيقول لك اش غدير في النهار، والنمبرز هما اللي كيحطوا الخطه. الناس يقول لك يا اخويا بغيت نخدم اش غندير، ها هي دا اخويا عطيني الرقم ديالك. انا نقول لي الرقم ديالك 13 اكس، انا نقول لك ماشي بلا ما نقول لك الا جاوبتي على هذا السؤال نقول لك 13 اكس مثلا كونفيرميشن ريت شحال النسبه ديالها. تقول لي انت دابا راسك عارف اش كدير، انت براسك عارف دابا شنو 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 غدير. اوتوماتيكمون انت 70% ميتة، شنو غدير كانسان سوي ونطلعها. ايوا دابا طلعها، الا جيتي سولتيني كيفاش غنطلعها هنا نصرفقك. طلع خويا انت اللي عارف، جلس مع الكول سنتر ديالك، قلت شوف البرودوي، شوف شوف الارض ديالك كما كتبالغ فيه. لقينا هادشي، لقينا السيد عنده الكونفيرميشن ريت نازله، الكول سنتر هو هذاك، البرودوي زوين، البرايس مزيان، ولكن اش لقينا؟ كان يبالغ في وصفه في يعني الطريقه باش يوصف في الاد كوبي. ملي كيجي لاجونت كول سنتر كيقول ليه لا رياليتي البرودوي كيدير ا بي سي دي، ما كيديرش او اف جي اش، لا ما كيديرهمش. انا شفت الاد هادشي وقعت لينا ماشي مره ماشي جوج. هادشي كيتنطى، كاين رابو على هادشي، ما كاينش الاخوان. هذا هو البيزنس، باش نكون معاك واقعي. واش انت غادي دير بيزنس غير بلا اله الا الله؟ انا كنعرف ندير فيسبوكات، انا فيسبوكات نقول لكم رابو. دابا الدراري كيجيبوا 30 سنت 40 سنت في الامارات. انا في حياتي العمليه 5 سنين وانا في الخارج، الله يعطيني ما عرفت قسما بالله الا ما عمرنيش تقل من 2 دولار ولا قل من دولار كاع. جبت ما عرفني قل من دولار ولا دولار ونص ما عمرنيش حتى في الخارج كامل. دابا الدراري تبارك الله كيجاوب 30 40 سنت، يعني هادو مزيان في الماركتينغ تري بيان. اجي لي الماناجمنت، اجي لي الديفلوبمون ديال البيزنس، اجي لي هادشي اللي كنهضروا عليه. المهم انا نكمل الفكره. يعني اخويا اختي نهار اوفر فيو هو كلشي، البيزنسك هو الاوفر فيو. اوفر فيو تعرف النمبرز ديالك، داكشي اللي كدير ما عرفتش كدير، داكشي اللي كدير خاص تعرفو. امول الحانوت عرفت باش كيعرف مول الحانوت ان النهار ميت؟ باش كيعرف ان النهار ميت؟ فراسكم ولا ما فراسكم؟ بالخبزات اللي كيبيع في النهار مول الحانوت. انا كنهضر مع الناس، كنهضر مع الناس الواقع. انا انسان واقعي يعني ماشي كلشي اونلاين. كنقول لا، كنقول لعبد اللطيف شنو هو امتى كتعرفوا النهار ميت؟ قال لك انا كنبيع مثلا 200 خبزه في النهار. ملي ما كنبيعشها ما كنبيعش عارف روسي تميت اوتوماتيكمون. شنو هو الهندس عنده؟ الخبز. علاش الخبز؟ لان الخبز هو اللي كيخليك انت تمشي عند مول الحانوت عاد تجيب الحليب. دخلت عند واحد كاين الخبز، كاين لا ما غاديش عنده غدا باقي. الخبز هو خويا كاين الخبز، لو كان تمشي ديك الصنديقه ديال الخبز هكا عاد كنهضروا على الحليب والفرماج الشوكولات نيتولا ديني. يعني هما شوف الناس باش كيعبروا، يعني كاين العبار ديال البيزنس بالعربيه تعربت باللغه العاميه، كاين العبار البيزنس كيتعبر بحوايج. اي بيزنس كيما بغى يكون يكون مول القهوه. انا كانت عندي قهوه وبعتها، كيفاش كيعرف مول القهوه انا نهار مزهر ولا نهار عيان؟ باش
فين هما الحليفيه ديال القهوه؟ هو بشحال من باكيه ديال القهوه كب في لا ماشي في ديك العصاره في اش تسمى تلاي سميتها. المهم اللي مولف كي جوج باكيات كيعرف النهار هو هذاك، هو النهار قرب يسالي وباقي في باكيه واحده يقول لك راه يعني اي بيزنس، اي بيزنس عنده باش كيتعبر. انت انت البيزنس ديالك خص يكون تعرف علاش باش كيتعبر. الناس ديال الايكوميرس سيرتو السي او دي والكاشين ديليفري كيتعبر باش بجوج ديس كونفيرميشن ريت او ديليفري ريت. ماذا بقى جدا كتعرف عليه؟ ماذا بقى كاين هاد الجوج انت ما عارفهمش، ما عارفش فين كتربح وفين كتخسر. ارجع للور، هاد البيزنس ماشي ديالك، شي دير لك شي حاجه اخرى، شي يكون طبيب، شي يكون مهندس، ربما ماشي كيقول لك بالضبط غتكون اقل، لا ممكن تكون احسن. غير ما تضيعش الوقت وتضيع السنوات وتضيع عمرك في حوايج اخرين. مفهومه لي اخوان هذه النقطه؟ هذا هو الاوفر فيو. اوكي الاوفر فيو هو اللي هو اللي كيشد في لي كوج. علاش ما سبقش لك انا؟ ما سبقش لك انا لا الخطه لا التنفيذ لا التسويق، لا لا سبقت لك الاوفر فيو. لان انا اش كنقول داكشي اللي كندير، هذا هو الفرق بيني وبين شي واحد اخر. انا كنقول داكشي اللي كندير، انا كنفيق كنطلع اوفر فيو. شحال كونفورميشن اللي كندوز ليها وشحال هادي كندوز ليها. ما كنقولكش اخويا البيزنيس تكون خدام وتجيب السيلز وهادي وتشري سلعه، هادشي كامل جدا كتعرفو اخويا. هذا الشيء تمشي عندي واحد عاف ضرب عمر يوريه لك. انت كبيزنس مان في السعودي ولا في اونلاين خصك تكون عندك اوفر فيو، وعليك تفرع كلشي، وعليك تشوف الفرص، عليك تشوف ودوز التنفيذ. انا برودوي كيكون عندي فيه 50% كونفيرماسيون كندبز مع القاس انه وصلوا 70. اين فكان وصلوا 70 كندب صافي ارى لي واحد اخر مزيان بحال قلتي قطعت به الواد. وانا خدمتي انا قطع الواد. دابا فشي دوار كيكون فيه شي واد ملي كيحمل في الشتاء ومدرسه ولا كتكون في الجهه الاخرى، كيكون واحد صحيح في الدرب في الدوار هو اللي يهز دري صغار كيوصلهم. هذا هو انت البيزنسمان، يعني تهز هذا توصلو ورجع وهز وصلو، هذه خدمتك. يعني انا كيكون عندي برودكت سيرفيس ناجح، السيرفيس خصني نوصلها لبر الامان. اوكي ويلا درت جميع جهوداتي وما وصلت ما نمرش مع راسي، تلقى هاي ديها الواد سير جيب واحد اخر مفيد شو مسخوط لوحو. مفهوم هذه النقطه؟ اعتقد هضرت فيها بزاف بزاف بزاف. استغلي الفرص، الفرصه اللي جاتك اليوم استغلها، عفوا جاتك الفرصه استغلها، جاتك الفرصه طبق. دابا في الحجر الصحي عندك فرص وجرب، هو انا ما عرفت انا اش خاسر وطبق. و لا جيستيون ديال ليكيب، ناس بزاف سولوني على الجيستيون ديال ليكيب. شوف ليكيب كيجي واحد السؤال يقول لي اخويا كيفاش نجيري؟ ما كاينش كيفاش نجيري. انا انسان ديال الدومين ديال الخدمه. خويا سير دير ايكيب وجيريهم وتعلم، غلط معاها وتغلط معاك، غلط معاه ويغلط معاك وتعلمو وغوت عليه غوت عليك تتصبر. شوف انا نقول لكم فريق العمل بحال ولادك، فريق العمل بحال كتربي ولادك. اوكي انت ما كتعرفش شنو اللي غيجيك، انت ما كتعرفش شنو غيجيك، ولكن ملي يجيك تعامل معاه بواحد الشكل اللي نتوما غتفاهموا معاه، ما يطلعش مسخوط الوالدين وما تكونش انت مسخوط ولادو. اوكي هذه هي الخدامه، الموظف اللي عندك الفريق هذا هو الموظف كيجي بغى يخدم. التعاقد الاول هو بغى يخدم، انت بغيتي اللي يدير لك الخدمه، دونك اجيو تفاهموا تتلقاو في الوسط. ما كاينش شي طريقه نقول لك جيتو دير اب، لا كاين اللي خدام عنده الزيار، كاين اللي خدام عنده الحريه. انا خدام عندي الحريه، ها هو الناس اللي كيعرفوني عندي التيم ليبر، ولكن هكا ربيتهم وكاين مبادئ وكاين اسس وكاين الاخره. عاد كنجيو الخطه الماليه اخويا، تخطط ماليا. شنو الخطه الماليه؟ هنا كنهزو القوسين، شحال عندي في الكونت دابا ديال البيزنس؟ عندي 10000 درهم. انا ديما عندي ورقه وسيلو، كنهضر في التليفون قلت لكم دغيا كنكتب. اوكي اش غندير؟ بغيت نبدا واحد البيزنيس باغ اكزومبل في الخليج نبيع. اوكي اش غيخصني؟ انا كنهضر في خطه ماليه، ما جبت ليا غيخصني برودكت وغيخصني شيبينغ وغيخصني ادز. مزيان اوكي
البروداكت خصني نشريه دافونس، لا ما نشريه دافونس، البرودوي تنتيستي، يعني عندي واحد لا فاز ديال التيست، اوكي غناخد 10% ندير به تيست. شوفوا معايا واحد النقطة، ملي كنقول عندي 10% وكنسميها بينو بين دماغي، بينو بين ورقة وسيلو كنسميها 10% تيست. بينو بينكم هاد 10% هي مشات كامل ومرة فيش غيبقى فيك الحال؟ لا، لأن أصلا أنت مهيئ نفسيا في الديبار أنها تيست. أوكي عندي 10000 درهم، عندي 10000 درهم كاتبة هكا 10000 درهم غادي ندير لكم دابا. كنقول عندي انا الخطه الماليه، نقول لك انا ماشي نقول لك سير قرا الكتب ولا داكشي كامل، نقول لك ها هي الخطه الماليه. انا هكا كنقول عندي راس المال 10000 درهم، هذا هو الكابيتال. اوكي واش كيبان لكم هادشي ولا لا؟ وانا غنقول بغيت نبدا واحد البيزنس في الخليج، شنو خاصني شنو غنخلص باش خصني شيبينغ، وخصني برودكت، وخصني الادز، هادشي اللي خصني في الاول. اوكي غنقول الادز فيه دو فاز، كاين واحد لافاز ديال التيست وكاين واحد لافاز ديال السكيل. اوكي غنقول غنخصص ليه 10% وغنكتبها تيست. دونك هنا ما كيحيني عليه، غنقول يعني عندي 1000 درهم ديال تيست، وهنا ديالاش تيست غنمشي شنو اللي سابق نحط الفلوس كاع ماشي صافي مزيان، هذه هي الخطه الماليه. اوكي غندير تيست، اوكي غنمشي غنتيستي، وكي ملي غنتيستي ماشي غن اي برودوي لقيتو غنتيستي، كاين واحد سميتها البرودكت ريسيرش، سير ديال البرودكت ريسيرش مزيان لقى برودوي اللي عاد تيستي، مش انت ما تيستيش واش هو برودكت ريسيرش صحيح، لا راه البرودكت ريسيرش هو عاد كتيستي. المهم كتيستي عندك جوج حلول، برودوي طلع مزيان ولا طلع خايب. الا طلع خايب دوز للتيست، طلع مزيان كندوزو للسكيل، كنقول لكم مزيان هذا البرودوي غيتبع عليا، دونك غادي نسكيلي فيه في الادز، ولكن خصني سلعه. اوكي ملي غادي خصني سلعه دونك انا غنقول غتمشي ليا واحد 50% من البادجي ديالي، من الكابيتال ديالي في البروداكت. ديجا مشات ليا 60%، بقى لي 40%، هاد 40% نحاول نسكيلي بها مزيان. هادشي كامل بسيط، ملي غنسكيلي بهاد 40% انا غنحط 40% كامل غنبقى على الزليجه، لا خصني عاود ثاني هاد الخطه الماليه نوالمها مع شركه شيبينغ اللي متعاقد معاها. امتى غتخلصوني؟ حنا كنخلصوا مره 15 يوم، حنا كنخلصوا مره في الشهر من داكشي اللي عطاو يعني المعطى. تقول لي دونك انا هاد 40% كيخلصوني كل مره في 15 يوم، دونك هاد 40% خصني نقسمها على هاد 15 يوم من لوان حتى لوكانز، حيت لوكانز عاد غنشد الفلوس. الا هاد 40% ما قسمتهاش غادي اوسبندها نهار واحد من جوج حتى 14، غنبقى مربع يديا وكيتهاو عليا هاد الشهر اخرين ديال التيم ولا اخري. انا بسط لكم، يعني انا هاد 40% اللي هي شحال 4000 درهم خصني نقسمها على 15 يوم، يعني غتجيني تقريبا واحد مثلا 150 درهم 15 دولار ما هذا اكزومبل 15 دولار باش نهار 15 غنتخلص، وها هو الفلوس عاود ثاني كنسبندي. هذه هي خطه ماليه اخويا، ماشي شي علم يقول لك شي واحد راه داكشي اللي كتقرا في الكتب باوا ميتين. وهنا غير هذه الفكره حيلتني على واحد القضيه كنت كنتناقش فيها مع واحد السيد، كنت ناقشو قال لي انت مع من خدام هكا، هادشي كان عندك 2018، قال لي انا خدام، قلت لي انا خدام مع الشركه ا، قال لي شحال كيحسبوا لك في الامارات؟ قلت لهم كيحسبوا 12 دولار للشحنه. اوكي هادشي غير اكزومبل، غادي نقول اكزومبل باش غير نقول. قال لي اخويا كاين شركه كبيره كتحسب لي 11 دولار. قلت ليه مزيان، مشيت قلبت كونتاكتيتهم قالوا لي هي حنا 11 دولار في الامارات في الشيبينغ. قلت لهم امتى كتخلصوا؟ قال لي كنخلصوا مره في الشهر. قلت لي اكزاكت؟ قال لي لا مين مره في الشهر، يعني كنلعبوا بواحد السيمانه زايده ممكن. قلت لهم لا ما خدمش معاكم. صاحبي رجع قال لي، قلت لي لا صاحبي، قلت له واش انت احمق؟ قلت لي راه الكاش فلو مهم، قلت لي انا دولار ماشي هي اللي غتخليني نحلوك في بيزنس، لان مثلا انا عندي 10000 دولار وسبانيتها في كان جو وفي نهار 16 جاوني فلوس غادي نعاود، ولكن انا عندي غير 10000 دولار سبانيتها في شهر، يعني راه بحال قلتي داكشي اللي غنربح في 15 يوم وليت كنربحو في شهر، بحال قلتي قسمت الارباح ديالي على جوج ف
فهمتها ولا لا؟ الا غتانفيستي انت في 15 يوم الاولاني 10000 دولار، ماشي هي غانفيستي في الشهر كامل 10000 دولار. نقول مثلا 10000 دولار كتخلي لي 5 في جيبي، يعني الا انا كتخلصني مره في الشهر، يعني في الشهر كامل غندير في جيبي 5000 دولار. ولكن كون كتخلصني دو فوا بار موا، يعني كل 15 يوم غندير في جيبي 5000 دولار، غتولي 10000 دولار. شكون فيكم كيفكر هكا؟ قليل اخويا كيفكر هكا. ودولار ماشي هي، ماشي دولار هي اللي غد، شحال كاع غدير من شحنه في الشهر؟ دابا قول بيني وبينك غدير 1000 شحنه في الشهر، 1000 دولار هي دابا اللي خلات كامل هادشي ديال انني نتخلص، نخلي 15 يوم ولا سيمانه ونمشي لشهرين وشهر. المهمه الخطه الماليه كتحط وفق ثلاث الحوايج، الادز او برودكت والشيبينغ. الشيبينغ فيه الكوست، فيه متى كيخلصوا، فيه 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 فيه. واضحه يا اخوان؟ هذه نرجع، هذه هي الاخوان الخطه في داكشي اللي كتب. هذه هي الخطه الماليه شي اخويا، راه ماشي شي حاجه، ماشي انا ماشي نجي نقول لك الخطه الماليه ونحط لك البي دي اف ونقول لك اش قال. لا لا، الخطه كيفاش انا كنديرها؟ راس المال ديالي كنقسمو ونفا كندخل في السكيل، داك المبلغ اللي مخصص للبيزنيس كنحطو على المده بين نهار غنبدا ونهار غنتخلص، وغادي تبقى كيجي فلوس كننفيستي، وهكا كنمشي، هكا كيمشيو الناس، هكا كيمشيو الناس اللي بعقلهم. البيزنيس كيتبنى حجره بحجره، البيزنيس بحال دار. ميمكنش تقول لي واش دابا ممكن عندك مزيان واحد المثال تفكرت. دابا انت عندك الفلوس، عندك 100 مليون وعندك بقعه، وجبتي بني قلت لي مشى تقم عليا هاد الدار، يقول لك 50 مليون. عندك الارض، عندك البناي، وعندك الفلوس، غتبنيها في النهار؟ لا. غتبنيها في شهر؟ ممكن لا. غتبنيها في السيمانه؟ لا. علاش؟ شنو خاصك؟ السلعه كاينه صاحبي، ولكن خاصك تحطو بطوبه بطوبه، خاصك دير الدلاج ديك الارض كامل مشات تما، وتطلع ودير الضاله وتسنى باش تثبت تتنشف، عاد غتبني من بعد. كاين الوقت يكون هكاك، نهار الاول نجيبو 100 خدام ونطلعو هكا نديرو الضاله، وباقي حنا دايرين الضاله ونبدا. ما يمكنش، ولا يمكنش لي خوان هادشي اللي ديرو نتوما. انا ما بيتيش تمشيو دقه بدقه، ما بيتيش تمشيو دقه بدقه. البيزنس بغا دقه دقه. هذا دابا عطيكم مثال واعر، تفكرتوا دابا طاح في دماغي، هذا مثال واعر ديال البناي. واش ممكن واخا عندك الفلوس وعندك البناي، وعندك البناي وعندك المهندس وعندك الارض وعندك كلشي وعندك الفلوس وعندك السلعه كامله، ما كاينش تبني دار في نهار ويومين ثلاثه ايام ولا سيمانه؟ كاين حاجه خصنا دار. المهم هذا هو البيزنس الاخوان. التليفون اللي شكون عندي شارجه. المهم نحل نشوف غير لي كيسيون اللي كاينين، و 5 مينوت ننسى عليه. قولي على كيفاش جاكم هذا الشيء، واش فهمتوني بعدا ولا ما فهمتونيش، ولا غير كان بروبليم هنا؟ انا اول مره كنزكتي في الكوماند. المهم كديروا هكا كيعجبني الحال. المهم بعدا راه قلنا شي حاجه. الاخوان نتمنى انكم استفدتوا معنا اليوم. نشوفكم في ديلايف اخرى ان شاء الله. انا قلت لكم الواقع، انا قلت لكم داكشي اللي خاص، انا قلت لكم هذيك الطبله هي هذيك السياسين، انا قلت لكم داكشي اللي خاص، انا قلت لكم داكشي اللي كيديروا الناس اللي واصلين، الناس اللي كيديروا، ماشي الناس اللي تفرجوا في واحد اللايف واحد شي سي 10 ايام هادي ما عرفتش، وواحد كيهضر على اونتربرونيا وكا يعني كيف يعقل انك غادي تهضر على اونتربرونيا، تهضر على تاسيس الاعمال ورياده الاعمال وانت ما عندكش شركه وانت ما عندك موظفين؟ دابا انا والله الدراري زعما قال لك واحد ما خليتني فين نسولو، زعما انا ما بغاش تدخل ليا الدماغ هاد الفكره. اي بالاخوان الا انا غلط بلا ما صحوا لي، راه انا كتعرفوني كاع ما كندويش على الناس، ولكن انا ما بغاش تفهم لي عافاكم، الله يرضي عليكم. دابا انا ما بغاش تفهم لي هاد القضيه، الله يرضي عليكم. وهل يعقل عباد الله ما عنديش شركه ونقول لكم تاسيس الشركات؟
واه زعما كون غير استاذ كون غير انا استاذ جامعي ندوزوها بالماء. يقول له واحد كيناظر اش كيتسمى الاستاذ الجامعي؟ يناظر او محاضره يحاضر مزيان يعني مزيان محاضر يعني نجي نقول لك محاضره هي، ولكن انا كنجي نوريك كيفاش تكون بيزنس مان. خصني اول انا نكون بيزنس مان، نوريك كيفاش دير فرقه. انا عندي فرقه، واش انا ممكن نوريك كيفاش دير فرقه؟ وراه نهضر لك على التخطيط المالي، وراه نهضر لك على الاوفر فيو، وانا ما كنديروش. راه لا يعقل الدور الثاني ديال اخويا، لا اخويا ما كاين حتى شي دوره ثانيه باش تهناو، ما كاين حتى شي دوره ثانيه. انا ما كنبيعش باقي لي فورماسيون، لا يجعل الله بعدنا السورس ديال بعض الحوايج الله داكشي ديال صافي باش غير نتفاهموا على القضيه. انا ما كنبيعش حتى باش الاخوان اللي كيدوا بعدا في المغرب باش غير نتفاهموا على القضيه، لان حنا كان عندنا لوبجيكتيف ملي هضرنا على هذا الموضوع ديال السي او دي ماستري. حنا كان عندنا الناس ممكنش حنا كنوفروا لهم السورسين وكنوفروا شحال من حاجه بتلتحق مرحبا، ولكن راه ما كنبيعوش زعما هكا كنقول لكم اجيو تسجلوا ولا لا، ما كاينش كشي اخويا صافي. المهم فين عندك صوتي باغي ندير اخويا اش غدير عندي كاع؟ يعني ها هو هذوك غير سامعين، يعني غير سمع اخويا ماشي مشكل. انا انقل لك محاضره ما عنديش مشكل، الفرق بين المحاضره وكاين تعلم. واش انا ممكن نجي نجار يجي يقول لك نجار تقطع الخشبه هكذا وما ما كان؟ لا خويا راه نجار خصني ندير لاتولي، نجار خصني نجار خصني ندير لاتولي ويهضر يقول لي الاخوان فوالا ها كيفاش كادي ويت. ماشي تقول لي انا تقطع الخشبه هكا والباب هادي هضره زوينه، محاضر يحاضر ندوه مناظره ماشي مشكل، ولكن ملي كندوزو حنا لا 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 سوت دير الفلوس يا اخوان. دير الفلوس راه ما ساهلش، شوف راه دير الفلوس، لان علاش؟ لان الفلوس هما الماده الوحيده في العالم اللي كل شيء جاي ليها، هي بحال ديك الملكه ديال النحله ديال النحل. يعني فلوس ما ساهلش، تقول لي دير شي حاجه اخرى ناظر لك في الطب وناظر لك في شي حوايج وناظر لك في التعليم وناظر لك في الصناعه، ولكن في الفلوس اسمع ليا راه اللي ما عندوش فلوس واللي ما اللي كيتعاملش بالفلوس راه ما يمكنش. واش دابا انت عندك سؤال في الشيكات بغيت تفهم، واش غادي تسول شي واحد ما عمرو قطع الشيك في حياته؟ ما عمرو تكتب شيك؟ راه ما يمكنش. شوف الفلوس راه ماشي شي حاجه ديال اللعب، فلوس راه عندهم صحابهم، وفلوس كيعرفوا ليهم الناس اللي كيتعاملوا بهم. راه الناس عنده شركه كيخلص خدامه فلوس دايرين عنده في الكونت، ماشي بدون انت مليونير. واخا انت عندك غير 5000 درهم في كاتشيتك في الشهر، ولكن عارف ناس كيدور 100 مليون باش تشتري 10000 درهم ولا 20000 درهم. هادشي الفكره اللي بغيت نوصل لكم، نتمنى انا نوصل لكم. انت تصوت لكم، انا كنحاول نهضر باللغه ديالنا ديال الشارع، اللغه اللي كنفهموا اللي كان تفهموها وكتفهموا. عمرك كنتفرج في هذا اللايف عافاك شي دوره مبسطه مبسط خويا، الا غير شرح مبسط دخل قرا في يوتيوب تطلع النيفو وطبق، شوف اللي كتبت شي واحد التطبيق. هادشي اللي كان الاخوان زعما هادشي اللي يعني كنقول لكم داكشي اللي كندير بخلاصه وبعجاله ومن الاخر. ما غاديش نقول لك انا شي حاجه اخرى ديال 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 الشفاوي. كما قال واحد السيد هنا قال لك بعد خصو فورماسيون على السلوكيات ديالو. راه لا انت ما عارفش راسك راه كيفاش. سير اخويا خدم وطبق وجرب وطيح. انا اللي كنهضر معاك انا ما علمني حتى شي واحد، انسبيريت من الناس وكيمشي يعلموني، انا علمني راسي. انا كنمشي للاخوان كنطبق بشكل يومي. فرح زقرا راحي غدا نكون معاها ان شاء الله الرحمن الرحيم في لايف. مهم انا الشيء اللي عندي عطيتو وما عرفتش نقول باقي، حتى هو التطبيق. انا بغيتكم ديروا ماشي بغيتكم تهضروا، ما بغيت نسوق لك الهضره باش نطلع فيديو في يوتيوب ونربح من لا. انا جاي هنا باش نكولد كولاد بلادي كبنات بلادي باغي لكم الخير، بلاك دير شي حاجه. حنا عارفين الازمه، حنا فاش طايحين راه شتو الناس كان كيتخلص 12000 درهم 13000 درهم. عندي ناس صحابي دي شاف فريزوتيل دي كويزيني، هو مسكين دابا
كيعطيوها 2000 درهم غايع يعطيوهم مثلا ما شدتش الله شد 1000 درهم في شهر 3 ديال السينيسيس يعني من 12 درهم تحتي 2000 درهم بازمه كانوا على واحد السيد والناس اخويا راه والجاي 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 غيكون خايب على الاغلبيه وزوين واحد الفئه انا بغيت تكون من ديك الفئه انا بغيتك انا بغيتك غدا كنفرح انا ملي كنتلقى مع شي واحد في الشارع كيقول لي اخويا راه تفرج فيكم انت والدراري ودرت هادشي اللي بينا ما بيناش اخويا ما تعطيني والو انا ولكن دعي معايا في ظهري غايب وسير خدم والهضره راه ما كدير حتى شي حاجه التطبيق اللي كيدير والاخوان رحمه نتمنى ما نكثرش عليكم اللي عندي قلتو تهلاو في ريوسكم وسحور سحور قالت تما سحور شاهي والله يجعلوا بدايه شهر يغفر لنا فيها الذنوب وتهلاو في ريوسكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.